أفكرك، وزي ما قلنا الكابتن حسن شحاتة مرجعية تاريخية محترمة، كمان الكابتن فاروق جعفر يا راجل لا يفتى وأناسس في المدينة، لا يفتى، والكابتن فاروق نفسه بيعترف ببطولات. اسمعوا، اخدت كم ضربه جزاء في حياتك بالطريقه دي يا كابتن فاروق؟ كل ضربات الجزاء، كل ضربات الجزاء في من سنه 80 لغايه سنه 84 85 كل ضربات الجزاء ما فيهمش ولا واحده ده جميل يا كابتن فاروق. ولا واحده سليمه، ولا واحده ضربه جزاء. خمس سنين بتشيل المدافعين. تخللها بطولات بتتعدى علينا النهارده وتقدم كحجه على الجداره بالالقاب. يعني مش معقوله، يعني يا ناس بلاش تصدقونا، صدقوا الناس. هو في فصال ان فاروق جعفر وكابتن فاروق وكابتن حسن والاستاذ ابراهيم عيسى واخرين، يعني زملكاويه اكتر من اي حد، لكن خلاص بقى يعني شوفوا الحقيقه. وبعدين يتقال اصل ما حصلش ابدا انه في مباراة قادر عبد العظيم والزمالك انسحب، لأنه ويرجع الكذبة التاريخية إياها، ويرجع الشباب الصغير يصدق، ونرجع نفكركم ببطل الواقعة في هذه المباراة بتاعت 96 رامبو نبيل محمود، وهو بيعترف لا الجون كان أوفسايد، وهدف الزمالك من الانسحاب يرمي كرسي في كلوب الأهلي، فنفكركم برامبو. احنا كنا بنعرض دلوقتي المباراة الشهيرة عام 1996 بين الاهلي والزمالك، واللي انسحب فيها الزمالك في اخر خمس دقائق بعد جون فيليكس. وحضرتك اللي كنت مغطي، هل انت كنت مغطي ولا كان هو اوفسايد يا كابتن نبيه؟ لا في الحقيقة ما كانتش اوفسايد خالص، يعني ما احنا كمان يعني لو الناس ما تعرفش السادة المشاهدين، كان انسحابنا بأمانة ما كانش بسبب الاوفسايد، كان بسبب كان في شويه، لو حضرتك فاكر يا كابتن مدحت، شويه لغط على حكم المباراه قبل المباراه. فاحنا لحد وقت المباراه ما كناش نعرف حكم مين. فكان وقتها النادي الاهلي طلب حكم معين يستبعد، يعني ونادي الزمالك طلب حكم معين يستبعد. ففوجئنا في المباراه ان الحكم اللي الزمالك طلبه يستبعد هو الموجود، اللي هو الكابتن ادري عبد العظيم. يعني هو انت عارف بيبقى في بعض يعني بعض الحكام بيبقى يعني يتهموا، هم طبعا هو راجل قاضي والمفروض ان محدش يعلق يعني على قراراته او يعلق على قراراته. لكن يجي يقول لك ده زملكاوي ده اهلاوي وهكذا، واحنا عارفين يعني بعض الحكام بيتهموا ان هم زملكاويه واهلاويه. فاحنا بامانه ادينا مباراه تحت ضغط كبير قوي من مجلس ادارتنا في المقصوره، شايفين مشاكل كبيره واحنا في الملعب مش عارفين ناخد قرار، وقبل المباراه والجهاز الفني بتاعنا ما قدرش ياخد قرار. فبامانه كان خروجنا من المباراه يعني خلاص، هو كان النادي الاهلي كان يكفي التعادل ناخد الدوري في المباراه دي. وطبعا النتيجه كانت 1-0، والهدف ده اعتقد كان في الدقيقه يعني 42 43 تقريبا، يعني المباراه كانت انتهت والدوري كان انتهى. فاحنا يعني كده بالبلدي كده قلنا ايه، نضلمها بقى علينا وعلى النادي الاهلي وعلى كله، ونعمل الواقعه دي بامانه يعني. يعني نبيل محمود اصل الكوره، شوف مغطي بقد ايه، وعشنا فيلم لانهم كانوا خايفين من ادري، فلما يحصل كوره سليمه نتلكك ايه اللي في اخر 10 دقائق، في منطق زي كده، في منطق زي كده. الجول الاولاني بتاع فيليكس من ابدع الاجوان اللي جم، محدش يقدر يتكلم فيه. الجول الثاني مغطي بكل ده، قال لك ادي اضرب كرسي في الكلوب، وهكذا. الحاجات دي لو مش متصوره والناس بتشوفها واعترافات بألسنتها، كانت المظلوميه دي اتاكدت عند جمهور الزمالك، اللي ارجو ان بعضهم يكون متابع هذه الحلقه ويشوف. احنا يا جماعه بنجيب لكم المسائل صوت وصوره، واخد بالك؟ يعني هقول لحضرتك على حاجه يا باشمهندس، زي دلوقتي طبعا شفتوا كابتن فاروق جعفر، ولو كان في وقت كنا هنجيب لكم كابتن فاروق وهو بيقول على قصه بورسعيد، وازاي الحكام تروح بورسعيد، وازاي يتقال للحكم انت عايز ايه؟ ده كان اعتراف من الكابتن فاروق في قناه الزمالك.